مثل وايد بنات اليوم، سلامة دايماً معاها في شنطتها الهاند سانيتايزر أو الجل المعقم للأيادي. قبل كنا نقول الجل المعقم صار على الموضة لأنه متوفر بروائح وألوان مختلفة وماركات كثيرة. بس الحين يا سلامة، جل المعقم للأيادي صار ضرورة لأنه وايد مفيد ضد الجراثيم والفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد إذا ما كان فيه ماء نظيف وصابون. أنواع الجل المعقم تحتوي ما بين 60-95% من الكحول الطبي مثل الأيزوبروبانول والإيثانول، ويضاف إليها أحياناً مادة الجليسرول اللي تخلي البشرة رطبة. وبنفس طريقة غسل اليدين بالماء والصابون، ضروري وضع كمية كافية وفركه على كامل اليدين وبين الأصابع وتحت الأظافر. لكن أكيد يا سلامة ما نبغي المبالغة في استعماله عشان ما يتهيج الجلد. وانتبهي بعد لتخزين معقمات الأيادي لأنها قابلة للاشتعال، ولا تخلين عيالك يستخدمونها إلا تحت إشرافك لتفادي الابتلاع والإصابة والتسمم لا سمح الله. وأخيراً، في حال تساخي اليدين، معقمات الأيادي غير فعالة ولابد من استخدام الماء والصابون. في حال طلب أي دعم أو استفسار طبي حول فيروس كورونا المستجد، يرجى التواصل مع الجهات الصحية الحكومية على الأرقام اللي تشوفونها. وعساكم دوم بصحة وسعادة.